الى ولايه قلمة. الشباب اللي راهم موجودين وانا نعرف في كل ولايه كي نروح يقول لك الشباب يذكروك لونساج لونجير وغيرها من هذه الهيئه. عارفين باللي ان الشباب نتاعنا خاضوا تجارب كبيره، حصلوا على قروض فيهم اللي نجحوا لانهم لقاو اللي يوقف معاهم ويساعدهم ويساندهم، وفيهم اللي مشى 20 30% فشل هبط تعثرت المؤسسه نتاعو وجد نفسه يستنى فقط وقت تجيه الاستدعاء للعداله. هذه المسائل نعالجوها احنا ايضا. نعالجوها لان ابنائنا ماناش حابين يكونوا ابنائنا يعني ينظر اليهم كفاشلين. ولكن نريد ان نساعدهم ليكونوا ناجحين لان حابين يكون عندنا النموذج الناجح مش النموذج الفاشل. ونظن الشاب اللي جاي عنده رغبه في انه يعمل مشروع ماهوش عنده رغبه في انه يجي يدير مشروع باش يفشل. لكن المرافقه الاساسيه شاب ياخذ مشروع لازم واحد يسانده يساعده ويقدم له راي المشوره ينصحه بهذه وينصحه بهذه ويوجهه باش تدخل ما يضيعش. لقينا شباب كثير الان هاربين مخبيين خايفين على مصيرهم. هذو انا اقول الشيء الاول هو اننا كل عمل عنده ملف تاع في العداله رايحين نحبسوا هذه الامور ونعيد بعث من جديد هذه الملفات ونحركها ونعيد انجاح الملفات المتعثره. هذا هو الاساس. انا مش واحد نجيبو نضربوا النموذج صحيح بالناجح، ولكن هذا ايضا ما لازمش نشعروا بانه فشل. لازم نعاودوا نساندوه ونعاونوه حتى ينطلق في المشروع نتاعو وينجح ان شاء الله. هذا هو الهدف نتاعنا. الشيء الاخر اننا ان الشباب لما نقولوا شباب عندنا ايضا النساء بناتنا ايضا بحاجه الى دعم على مستوى المهن الصغيره والكبيره. السيده الماكثه في البيت ايضا لها دور كبير في المجتمع، وهذه ايضا قررنا وهذا موجود في البرنامج اننا سنرفع من المنحه التي تقدم للسيدات الماكثات في البيت ونشجع النساء الماكثات في البيت انهن ما يبقاوش فقط قاعدات السنه هذيك المنحه. النساء الماكثات في البيت، النساء الارامل اللي مساكن الغالب عندهم وضع صعب يعني فقدوا ولي البيت، فلازم لهم دعم ايضا، لازم نرفعوا ايضا المنح لهم ونساعدوهم لان كرامه الجزائريين هذه مساله قد ما تعطيلهم قليل، لان كرامه الانسان لا تقدر بثمن. مساله انسانيه كبيره لازمنا ايضا نتحملوها مهما كانت الصعوبات الماليه. اذا هذه مساله اساسيه وانا من الناس اللي يامنوا بها وضروره نتكفلوا بها. الشيء الاخر اللي حبيت نقوله ايضا هو اللي يخص هذه الولايه هو الصعوبات اللي تواجهها في التنميه. ولايه قدمت كل هذه الابطال ولكن شفت وضعها كما وضع ميلا البارح. ميلا قدمت ايضا اسماء كبيره للثوره الجزائريه ولكن وجدت انهم عندهم بعض الاشياء صغيره ولكن اعاقت حركه التنميه في هذه الولايه. اذا الشيء اللي لازم يكون ايضا في هنا عندكم هنا معمل تاع سوناكو هذا لازم وعرفنا قال ما به والان راهو يعمل في الحد الادنى من الامكانيات نتاعو. لابد من ان نبحث له على شراكه وهذه الشراكه اللي تمكنه من انه ينطلق من جديد ويقدر يستوعب عماله كثيره من اليد العامله تاع ابناء المنطقه هذه. ولازم يطور ادوات الانتاج تاعو ويتمكن حينها من انه هذه المؤسسه الاقتصاديه انها تقدر توجه الانتاج تاعها للتصدير في الخارج. هذا مخطط ايضا عندنا في كثير من الولايات لازمنا نعاودوا اعاده بعث هذه المؤسسات اللي راهي عطله. عندكم ايضا كلموني على معمل تاع الخميره في بوشكوف. ايضا ما نظنش واحد في بيتنا ما كانش عائله ما تستعملش الخميره، هذه مساله اساسيه في هذه. اذا لازمنا نطوروا هذه الامور وهذه المؤسسه هذه ايضا نعيد بعثها من جديد حتى تتمكن من ان تصبح منتجه وتصبح ايضا تغطي السوق الداخليه تاعنا فيها من هذه الماده الاساسيه في الغذاء اليومي.
فيما يتعلق بجانب آخر، وهذه نظن تعرفوها كامل، فيما يتعلق بالاستثمارات الفلاحية في هذه المنطقة، وهذه ولاية فعلاً ولاية فلاحية بامتياز. لما نعودوا داخلين توجد الحقول والمزارع منا ومنا، ولكن عارف بلي أن كثير من الإخوان اللي موجودين في هذه الولاية واللي خذوا مساحات كبيرة ولكن ما زالها عاطلة، عندهم 15 سنوات عاطلة، لازمهم يتحركوا. إذا كانت عندهم عراقيل نساعدوهم باش يقضوا على العراقيل هذه، بصح لازم تستغل هذه الأراضي ولازم تصبح أيضا منتجة. أما واحد يدي أراضي ويغلق عليها ويخليها، وممكن واحد حب يعمل ما كذا، إذا عنده صعوبات نساعده. إذا كان السيد ما عندوش رغبة، علاه راهو مسكها ولا راهو حاكمها ومعطلها؟ ومن ناس اخرين عندهم استعداد، عندهم امكانيات، عندهم رغبه باش انهم يستثمروا. هذه الامور ايضا لازم تتصفى وتتوضح، وما نقولش على قال ما برك، هذه راح تكون في كل الولايات. لازم تصبح هذه الناس يجي ياخذ لك 40 50 او 100 هكتار وبعد يحطها ويبقى ينتظر مع معجزه باش تجي تعاود تنتجها له. لا، هذه ما كانش. هذه الامور ايضا فهذه الولايه مطالبه بانها تعمل. هذه الولاية أيضا محتاجين، ونسمع تكلموني كثير على الحاجة إلى مستشفى جامعي. صحيح الناس منا يروحوا يقصدوا حتى الولايات المجاورة للعلاج وفي مجالات متخصصة، طبعا هذه تكون موضع دراسة، لأن هذه تكون متناسبة مع الجامعة ومع المستشفى، لأنهم يكملوا بعض في هذا المجال. هذه إن شاء الله راح تكون قيد الدراسة في حالة يعني منحي الثقة. فيه جانب آخر أيضاً استغربت ليه، وهو أن الشباب نتاع ودزناتي ولا حمام البايل ولا المناطق القريبة ولا خزارة ولا غيرها، هذه المناطق هذه عندما أبنائهم يقرأوا في الجامعة بصح ما يستفيدوش من النقل الجامعي. علاش ما يستفيدوش من النقل الجامعي؟ لازم تكون في مؤسسة خاصة واللي كما معمول به في كل الولايات، حتى يستفيدوا أبنائنا هذو أيضاً باش من هذا النقل، وما يبقاوش دائماً عايشين بالسطوب والله عايشين في يعني في ظروف صعبه في هذه ايضا سنوجد لها الحل الذي يناسبها بناء على حاجياتها وبناء ايضا على الامكانيات اللي لازم تتوفر لها. نقطه اخرى ايضا تخص هذه المنطقه، وهي من حق واحد من الاخوان النواب قال لي والله ما فهمنا رواحنا احنا، لنا منطقه تابعه للهضاب ولا منطقه تابعة لمنطقة الساحل؟ قال لك رانا حاطين رجل منا ورجل منا. يجي الصيف ترتفع السخانة حتى فوق 50، يجي الشتاء ترتفع درجة البرودة إلى مستوى عالي. إذا لازم توضعونا ضمن التصنيف المناسب لنا في التصنيفات الموجودة في الوطن. هل نحن مع يعني الهضاب ولا مع المنطقة أخرى؟ هذه أيضا لازم. ربما تابعتم ايضا التقسيم الاداري اللي اعلنت عليه الحكومه، واللي نظن قال ما وجدش نفسها في قال، في حين ان عندهم بوشقوف وواد الزنافي نظن يستاهلوا باش يكونوا ولايات منتدبه. وهذه من الاشياء ايضا اللي احنا راح نراعيها ويعني ونعطيو لها الاهتمام اللازم. كلموني ايضا على الشبكه الاجتماعيه. صحيح والله وضع مزري، ناس عملوا في الشبكه الاجتماعيه يتقاضى 5000 دينار ويبقى مسكين عايش بها حتى يوصل لروتريت وعايش بها. قولوا لي هذه 5000 دينار تقعد في قهوه تخليها فيه. يعني هذه الفئه يعني المظلومه اجتماعيا واقتصاديا، علينا ان نقضي على مثل هذه الصيغ اللي ما تحفظش لا كرامة الناس ولا غيرهم، رغم أن هذو جماعة الشبكات الاجتماعية الجهد اللي يبذلوه ربما أكثر من الناس، راهم يتقاضوا 10 ملايين و 15 مليون وجهدهم ساكتين وصابرين. هذه الفئة هذه لازمنا نراعيها ونحسن وضعها ولو بأثر رجعي. لما نتكلموا على هؤلاء معليش نزيدوا نتكلموا على فئات أخرى اللي عندها فئات مطلبية، هذه يسميوهم اللي عندهم مطالب. أنا نوجد ناس اللي هم قدماء الجيش، وهذو اللي ينتسبوا لمؤسسة كبيرة ومحترمة وهي كلها في قلب الجزائريين وفي وجدانهم. هذه المؤسسة الكبيرة
اللي كلنا مطالبين باش نحفظ لها صورتها ومكانتها في المجتمع، ايضا يعز على انفسنا ان نشوفوا هذو الناس اللي كانوا انهم عندهم مطالب. صحيح تمت تلبيه جزء كبير، والمؤسسه العسكريه مشكوره في انها التفتت الى هذه الفئه واستجابت لعدد منها. ما زالت بعض المطالب هذه ان شاء الله سيتم التكفل بها، موش فقط لقدماء الجيش ولكن ايضا حتى لجنود الاستبقاء، هذوك اللي كانت فيهم ظروف معينه خلوهم واصلوا العمل تاعهم في هذه الفئات. يعني بعيده عن اي يعني ديماغوجيه ولا كذا، ونتكلموا عن الامور لان نحن جزائريين وعائله واحده، نتكلموا على كل الاشياء اللي تهمنا. هذا ايضا مهم جدا اننا يكون فيه تكفل ومعالجه ضمن الاطر النظاميه مع بمشاركه كل القطاعات، ونلقاو الحلول ان شاء الله، ولو تكون حلول تدريجيه بصح الحلول موجوده. وكل شيء هذا يتم في اطار الحوار. الحوار مهم جدا. الاعتماد فقط على الشارع لن يحقق كل شيء. المطالب تظهر من خلال الشارع مره او اثنين، ولكن العلاج يكون من خلال الحوار، والحوار هو الصيغه الامثل في كل يعني كل البلدان يعتمدون. ما لازمناش ايضا احنا الجانب الاخر اللي حبيت نتكلم عليه، وهو ضروره ربط هذه المنطقه لاخراجها من العزله نتاعها بالطريق السريع. الواحد اللي بعد جاي القلبه يجي يروحوا في واحد الملتويات حتى يتعب باش يوصل، رغم ان المسافه قصيره بصح المسافه تظهر طويله لان المنعرجات هذه راح تتعب واحد، في حين ان المسافه قصيره باش ترتبط بالطريق السيار. وكي دير طريق سيار كملوا، ما تمش تديه من قال ما توصلوا لواد زناتي وتحبسوا، لازم تكمل. هذه الامور تعالج كلها لان العمليه فقط هي انك توفر لها الشروط نتاعنا، والشروط متوفره في هذا المجال. اذا فهذه الامور تعتبر بالنسبه لي انا اولويه في بالنسبه لهذه الولايه. والجانب الاخر وهو السياحه. ما كانش واحد يتكلم على قالما وما يتكلمش على الحمامات نتاعها. حمامات تاع قالما اولا هي حمامات علاجيه، الناس ينصحوهم يجيو لها. والله مره كان عندنا واحد الفيلم انجزناه، وسينا زيه برمضان موجود هنا لانه في الفتره هذيك هو كان تبع انجاز هذا الفيلم اللي هو الجزائر من عادي، فيلم يعبر على مكانه الجزائر وقيمه الجزائر السياحيه والثقافيه. فيه مجموعه وفد اجنبي كان موجود، شافوا هذا الفيلم، لما شافوه والله شافوه حوالي 5 مرات، ومن بعد لا قال لك احنا يا لعل الفيلم هذا راهو يعطي فيه واحد الصوره مكياج على الجزائر. قال لك نشوفه. اجروا طائره وتنقلوا للاماكن الكل حتى يزوروها ويشوفوا الجزائر، ومنها قالما، فقط لانهم شافوا الصور تاع الحمامات نتاع قالما من الجو بهذا المظهر الجميل البديع. هذا شافوا هذا البخار طالع وهذا الشيء، والله جاوا خصيصا وجاوا شافوا وقفوا على المكان واصبحوا ناس يروجوا للثقافة وللسياحة الجزائرية. قال ما تتوفر على كل هذه المخزون الهائل من الحمامات ومن هذه المناظر الرائعة، هذه لابد من أن تستثمر استثمار حقيقي ويشجع المستثمرون. وأنا نشكر اللي استثمروا في هذه المجالات وداروا أنجزوا بعض المركبات الناجحة هنا، حابين مركبات أخرى أيضا متنوعة وتعطي القالمات واللي عاصمة السياحة الحموية في الجزائر، ولما لا وهي مؤهلة لذلك ومؤهلة جدا. في الأخير وش راح نقول لكم، قاتلنا 10 أيام على موعد 12 ديسمبر، وكي نقولوا 12 ديسمبر هو يوم تاريخي بالنسبة لكل الجزائريات والجزائريين. وراكم تتبعوا في بعض الناس اللي راهي يعني تترصد لينا وماهيش حابة الخير لينا وقاعدة تبيع وتشري فينا ويزايدوا ويقول لك نديروا جلسة خاصة. أنا طلعت حتى على المسودة تاع الشيء اللي رايحين يعملوا، طلعت على هذه المسودة اللي راح يديرها البرلمان الأوروبي. طلعنا لأن فيها
شيء من محاكمة للجزائر. ربحت الجزائري يحاكموها هؤلاء، يحاكموا أنفسهم هم، يشوفوا الشوارع نتاعهم هم كيف راهي تغلي. أما احنا فعائلة جزائرية واحدة، عندنا مشاكلنا نحلوها في بعضنا. نعم، لهذا رد مش ما رد ما يكونش من عز الدين يهوبي ولا من مترشح آخر ولا من حزب. الرد هو تاع الشعب الجزائري كامل، وانتم جزء أساسي منه. يوم 12 لازم تكون المشاركة قوية وقوية جدا، وبهذه المشاركة يكون رد الحقيقي. قال الشعب هو السيد، الشعب هو الحر، أما أنتم فاحتفظوا بنصائحكم واحتفظوا بآرائكم، الجهات أخرى ربما تقبل منكم. كما قلت لنا أمس، إن الجزائر هي جزائر كما قالها الرئيس الراحل الوالي بومدين، نحن نسعى لبناء دولة مؤسسات لا تزول بزوال الرجال والحكومات. نعم، نحن نسعى لبناء جمهورية المؤسسات الصلبة القوية المتينة التي تعيد الثقة للشعب وتعيد للمسؤولين أيضا ثقة في أنفسهم في خدمة هذا البلد وفي خدمة هذا الشعب. مرة أخرى أتمنى لهذه الولاية مستقبلا أن يكون لها حضور كبير في التنمية، وأتمنى إن شاء الله إن وفقت في نيل ثقة هذا الشعب في أن أكون خادما له وبصدق، لأنني منه وإليه ولا يمكنني أن أكون غير ذلك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.